السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت قاعد على جهاز معلوش اوتوكاد وعايز تفتح ملف اوتوكاد تبص عليه سواء دي دبليو جي او دي اكس اف، في موقع اللي هو اسمه بروفيكاد يديك امكانية للموضوع دوت. اي ملف اوتوكاد عندك زيكم مثلا و وهي ملف اوتوكاد يكون حجمه معقول. طيب اقول له اوكي اتاكد بس من المساحه 2 ميجا، اقول له اوبن، هيبدا يرفع الملف بحيث ان انا اقدر اشوفه واراجعه، فيبدا يفتح الملف اقدر اشوفه بالشكل دوت. تقدر تعمل زوم تراجع ملف زي ما انت عايز، وممكن تسيفه بي دي اف، يبقى انت حولت الاوتوكاد لـ PDF.